وبدأ يشوف. أول عمره كان يشوف، شوي شوي يبدأ البصر يفقد لين يفقد نهائي. إذا فقد نهائي العلاج اللي موجود حاليا هي شبكية. العلاج الوحيد اللي موجود حاليا هو انه يرجع ابيض واسود. علي بن ابي طالب رضي الله عنه، عم ابن عم الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين. انا الذي سمتني امي حيدره، كريهة رابات كريهة المنظرة. متى قالها؟ بمعركه خيبر بين اليهود وبين المسلمين. يفاز المسلمين. لا أعطين الراية غدا، رجل يحب الله ويحب رسوله ويحبه الله ويحب رسوله. النبي عليه السلام يقصد علي بن ابي طالب رضي الله عنه. انت ما تدري انه وين واقف، ابيك تروح تلمه. شلون ما ادري، خل اشوف. يلا خل نشوف، يلا روح جو. ما حد راح يكلمك. وخر يوميا نبي نشوف، نبي نعرف، نبي نعرف، نبي نعرف. لما بيننا يوميا هذه يوميا كذي. قلبي المكيم كلما صلى عليك وسلم. عند السؤال ليش دائما يفوز على ابوي بالمسابقات؟ طبعا انا ما ارضى بعد. ها؟ اي ما ارضى يفوز على ابوي. مسابقات حلميه. يفوز عليهم كلهم ها؟ انا بالجانب الديني زين. ما شاء الله. بسم الله جاهز الاسئله. انت اللي تحضر الاسئله. انا احضرها بساعة 7 دينيه وثلاثه علميه. ويفوز بالسبع. قول لي ثابت من ثابت. ثابت من قيس خطيب الرسول عليه الصلاه والسلام. شنو يتميز؟ هذا نفذت وصيته بعد موته. شنو وصلك؟ ان في واحد اخذ درعه قال روح للامير وقول الدرع يعني مكان كذا وكذا عليها شيء، خليه يروح ياخذه ويروح لبكر الصديق ويقول القصه كامله. بلال بن رباح مؤذن النبي عليه الصلاه والسلام. حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه، اسد الله واسد رسوله. شارب الكرم. حاتم الطائي هذا بالعصر الجاهلي ما عصر الاسلام لكن ولده صحابي. حاتم يعني من الكرم قاعد اقول لك مشان ضيفه طلعنا فلوسه. من الرسول كامل؟ عليه الصلاه والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن مالك ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه ابن مدركه ابن الياس ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن سام ابن نوح ابن ادريس ابن شيث ابن ادم عليهم الصلاه والسلام. شو ما تبي يفوز على ابوك؟ والله ما ادري يعني انا كانت تخيلات بس يوم شفت مني تحبط، جاني احباط كبير. لا اقعد مع ابوك اليوم اقول له لازم تقعدون. لا خلاص يبا ما يحفظ ولا شيء، ما يباريه وخلاص، ولا يجيبه بفريقه. لا شوف ما يحتاج واجيب الفريق كيس مفصل ولا مره مشهوره بالمزرعه. احنا صرنا فريق واحد، تموت روح المشاركه. لازم في منافسه صح؟ اي تموت المنافسه. يعني عندك لو يلعب الحالة ايش؟ ضدهم كلهم ما في منافسه. مشكله. لكن تبي انت سؤال المشاهدين؟ راح اعطيك سؤال المشاهدين. ليش ابو عبيده بن الجراح سمي بامين الامه؟ ابو عبيده بن الجراح ليش سمي بامين الامه؟ ابو عبيده عامر بن عبد الله ابن الجراح الفهري.